حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. هناك استمرار للحرب على قطاع غزة، وما زالت أيضا الفصائل الفلسطينية تحقق نجاحات حتى في المناطق التي قالت إسرائيل أنها قامت بتطهيرها. برأيك بعد كل هذه الأيام وحديث الدول عن محاولات لوقف الحرب، تظهر خطط إسرائيلية موسعة لاستمرار هذه الحرب ليس فقط على مدار أشهر، وإنما ربما تصل إلى سنوات أو أبعد من ذلك بكثير. يعني بداية تحية لك ولكل المشاهدين، ونسأل الله السلامة لشعبنا الفلسطيني الصامد. الحقيقة أن المشهد الآن الدموي الذي تقوم فيه حكومة الاحتلال بالمزيد من ارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد مرة تلو الأخرى أنها فوق القانون الدولي، وهي تتهرب من الاستحقاقات الدولية بهدف أو بآخر لحماية مصالح هذه الحكومة المتطرفة واليمينية، والتي إن فكر نتنياهو أو حتى أعضاء حكومته التخلي عن الحكومة وسقوط الحكومة بشكل أو بآخر، وقف الحرب يعني سقوط الحكومة، وقف الحرب يعني جر نتنياهو إلى المحاكم، وهذا يعني بكل الأحوال أن هؤلاء لن يوقفوا الحكومة، لأنهم بالأساس يعني ليسوا رجال دولة، هم بالأساس من خلفيات إجرامية ومن خلفيات عصابات ويعني بلطجية، كانوا سواء بن جفير أو غيره، وليس لهم أي خلفية سياسية وليس لهم أي واقعية حتى في إدارة الأزمات وإدارة الدول، وبالتالي هم مجانين يرتكبون مجموعة من المجازر والتصعيد بشكل أكبر. الخطة التي وضعها نتنياهو هي خطة تذهب نحو الانتحار في كل شيء. بالمقابل إذا ما كانت هناك محاولة لوقف إطلاق النار في المرحلة الحالية، أنا أعتقد أنها ستكون يعني فقط لذر الرماد في العيون، هذا أولا، وهي لن تكون بشكل أو بآخر وقف دائم ومستدام، وإنما كما أعطى نتنياهو الضوء الأخضر بالأمس للوفد الإسرائيلي الذي ذهب إلى باريس في المفاوضات، وأعطى الضوء الأخضر بالتفاوض حول الأسرى، لكنه لم يعطيه الضوء الأخضر مطلقا بالتفاوض حول وقف إطلاق النار بشكل دائم.